أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة إخبارات التقوى هذه الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الآيات. تكلم الله تبارك وتعالى على قوم عاد وكذلك على قوم ثمود وما صار لهم من الهلاك والدمار والإبادة النهائية، كذلك ثلث بأمر فرعون ذي الأوتاد. تكلم الله تبارك وتعالى عن عاد وقال ذات العماد، وتكلم على فرعون وقال ذو الأوتاد. ما معنى هذا الكلام؟ وكلمتكم أنا وقلت لكم ذي العماد كانوا معروفين، إما عندهم عمود طويلة يبنون عليها قصورهم من رخام، وإما كانت عندهم أعمدة طويلة يبنوا عليها الخيام نتاعهم، ويعني طول العمود يدل على طول قامة الرجل، لأن الذي يكون قصيرا يجعل العمود على قد قصره، أما الذي يكون طويلا فلازم ذلك أن يكون عمود بيته طويل. فهمنا كيف؟ لما تكلم عن فرعون قال ذو الأوتاد. ما معنى ذو الأوتاد؟ قال بعض العلماء يعني الأوتاد الجيوش المجيشة التي كانت تحرس مملكته، وقال آخرون الأوتاد هي أدوات كان يعذب بها، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. كان عنده أوتاد، لما يعذب يعذب بالأوتاد، يعني الآدمي يضرب له أوتاد هنا وتد هناك وتد هنا وتد هناك، ويجيب الآدمي ابني آدم ويوقفه في الوسط، يربط له كراع في وتد وكراع في وتد ويد في وتد ويد في وتد ويجبده ويخلوه مشرح للشمس. فهمنا كيف؟ ويجيبوا له الماء ويقول له اكفر اكفر بربي موسى وهارون وآمن بأن إلهك هو فرعون، نطلق سراحك ونسقيك ماء باردا. من كيف؟ فلا يصد ذلك عن دينه شيئا، ما يوليش على دينه. فهمنا؟ أما نحن خرجنا على ديننا وهربنا غير على جرده وما عطيش برك، الأذان يأذن ونحن طوابير. فهمنا كيف؟ أعلاما على الزيت. فهمنا كيف؟ اعلاما على الطوماطيش. ما تقولش الشيخ راه يضحك ولا راه يقصر، راهي مصيبه كبرى يا اخواني الكرام. ناس عذبوهم وفتنوهم عن دينهم وقطعوهم بالمنشار فلم يصدهم ذلك عن دينهم شيئا. اما نحن بعدنا عن الله تبارك وتعالى لا لشيء الا لاننا احتجنا السميد واحتجنا الكرموس، رحنا ندير واحد مر واحد وخلينا الاذان اذن. فهمنا كيف؟ والجمعه الخطيب يخطب والناس تبيع وتشري ويقول لك الجهاد، احنا جهدنا في وضاعنا، احنا رانا ضايعين، احنا خاص اللي جاهد فينا. احنا نقول لكم وانا مسؤول على كلامي، لو قيض الله تبارك وتعالى لصحابي من الصحابه ان يبعث، اسمعوا، لو كان ربي سبحانه يسخر واحد من الصحابة ويبعث ربي من جديد سيدنا عمر ولا خالد بن الوليد ولا أبي عبيدة بن الجراح، واش تقولوا باش يبدأ يجاهد في اليهود والنصارى؟ بالك
تدخلوا جهاد في اليهود والنصارى، والله غير جهاد فينا احنا الاولين، لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم فاتوا جاهدوا في المشركين قبل ما يجاهدوا في اليهود والنصارى. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لان اليهود والنصارى لهم كتاب، عندهم كتاب. هذا الرسول يقول لك انا خاطئني وخاطئك، انا النبي تاعي موسى، النبي تاعي عيسى، ما عندي علاقه بك، عندك اسلامك، عندك محمد تاعك، انت بعيد عليك وانا بعيد عليا، فهمنا؟ بينما المشرك يقول لك لا اله الا الله، كي جينا هذا القاسي عبد القادر هذا راه معاك داخل الصف، هذا خاصه يرجع لله، فهمنا كيف؟ والله لو قيض الله تبارك وتعالى لبعض الصحابه ان يبعثوا من جديد لحاربونا قبل ان يحاربوا اليهود والنصارى. لذلك ما تقلقوش تقول حاربوا اليهود، مشرك يحارب اليهود يا خرانا كما يقولوا الزمان طويل والبقره عطاره، نشوفوا اليهود اللي راح نحاربوهم، نشوفوا يا خراكم تستناو يحاربوا تحاربوا اليهود، نشوفوا اليهود اللي رانا نحاربوهم. اليهود الصحيفه النبويه التي لا تنطق الا عن الحق هي التي بينت، صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قال المسلمون، حتى يختبع اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. الشجر طبيعة اللي تتكلم، لا تتكلم معك لما تولي مؤمن تاع الصح. احنا الان تتكلم معنا الارض بربكم يا رب، تتكلم معنا على الشجره والحجره، احنا وجوه اللي تتكلم معنا الشجره والحجره، ماشي وجوه اللي تتكلم معنا الشجره والحجره. ولذلك اليهود فليمرحوا وليفرحوا، مازال ما جاوهمش غاشيهم تاع الصح، مازال ما جاوهمش المؤمنين تاع الصح. وانتم بالعاميه يا اخي تقولوا تقولوا اذا طاروا الطيور يجي الحمار الدور، لما راحوا الرجال جاءوا الأذناب ودار رواحهم رجال، جاءوا اليهود ونصبوا رواحهم أبطال. لماذا؟ لأن الأبطال راحوا، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما شد مفاتح القدس سجد ربي، احنا كي ندوا القدس واش نديروا فيها؟ نقول لكم واش نديروا فيها؟ حضرت بوذني هذه وربي شهيد وانا في بيته، حضرت الزعماء كبار تاع فلسطين وما نقولش على اساميهم باش ما تغضبوش، فهمنا كيف؟ حضرت وسمعت بوذني، واحد واش قال؟ قسمت بالله وانا في بيته باش تشوفوا باللي القدس عند اليهود ولا عند العرب، لان العرب اشد كفرا ونفاق، احنا نحوسوا الاسلام، اما العرب ما نحتاجوش كلمه عرب هذه. اسلام واش قال؟ قال ندو القدس ونديروها اسقفن رغم انف الناس، نديروها كوري، قسمت بالله وانا في بيته انه قالها. والثاني واش قال؟ ما عندهاش 3 سنين في الرياض اجتمعوا اجتماعه كبيره تاع فلسطينيين، قال ندو القدس ونرقصوا فيها رقصه الدبكه، فهمنا؟ رقصة الدبكة هذه رقصة معروفة عند الشرقيين، عند العراقيين وعند السوريين وعند الفلسطينيين، يعني ندوا القدس ونشطحوا فيها نساوي رجال ونبندروا بربكم. يلا واحد منكم الاخران اللي ما يفهمش كامل يقول الناس اللي بغاو يدوا القدس باش يشطحوا فيها يعطيها لهم ربي، يقولوا يعطيها لهم ربي، اللي بغاو يشطحوا في القدس يعطيها لهم ربي. الله أكبر، ما قالوش هذه الجبهة هذه تعطي في الأرض سجودا لله إذا دينا القدس، فهمنا كيف؟ بغاو يشطحوا فيها وبغاو يردوها كوري، فهمتوا كيف؟ قالوا نديروها إسطبل، فهمنا كيف؟ هكذا يا إخواني الكرام حتى تكونون على علم كيف؟ وأنا راني ننصح فيكم، أنا لست مثبط، ولكن الجهاد اللي تكون الراية باينة، راية الكفر واضحة وراية الإيمان واضحة، فهمنا كيف؟ أما اختلاط الرايات لا، فهمنا كيف؟ يلزم الإنسان بيته. لذلك باش تشوفوا يا إخواني الكرام نحن نقرأ الصحيفة النبوية التي لا تنطق إلا عن الحق، أما الصحف الكذابة فليس بيننا وبينها شيء، فهمنا كيف؟ راهم يستناو يحاربوا ويهودي يحارب يهودي، فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام يلزم نترباو ويلزم نكونوا مؤمنين تاع الصح، إذا أصبحنا مؤمنين أقوياء عن قيام
بالله ما غير اليهود غير يشوفونا واللي المؤمنين يخافوا ويرجفوا. همنا كيف هذاك الاعور تاعهم مشيدايات قال لهم راهم مليار مسلم ما نخافهمش لان الحافله ما يعرفوش يركبوها. صحيح ولا ماشي صحيح؟ ما قالهمش يصنعوا الحافله بزاف علينا باش نصنعوا الحافله. قال المسلمين الحافله ما يعرفوش نركبوها. نعرفوا نركبوا الحافله احنا ماشي نضربوا الحافله ونسبوا الدين. وفي مكة سبوا ربي على الطيارة وطبعوا في بعضهم بعض وسموا روحهم حجة ومعتمرين. هذا هو الجنس اللي ينصر ربي والله ما ينصرنا. منا كيف نحن أمة كما قلت لكم دائما وأقول نحن أمة لا ننصر إلا بالطاعة ولا نهزم إلا بالمعصية. منا كيف لا ننصر بالصواريخ ولا ننصر بالدبابات وإنما ننصر بالطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا أطعنا الله تبارك وتعالى ينصرنا وإذا عصيناه يخذلنا ولو كانت لنا قوة الدنيا كلها في أيدينا. ولكن إذا أطعناه بعدة قليلة وعدد قليل سننصر. فمن كيف إذا كانت عندنا الإيمان وعندنا التقوى وعندنا اليقين بعدد قليل وعدة صغيرة نغلبه بإذن الله ينصرنا. لأن ربي سبحانه واش قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. همتوا هذه تقرأوها ولكن والله ما كنتم عارفين وشنا. تعرفوا وشنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني ربي في العزل لما خلق الدنيا والدين اكتب عنده في العزل باللي واجب باللي حق علي المؤمنين ننصرهم. كون مؤمن برك كون مؤمن ينصرك ربي سبحانه ولو حجر في يدك. لان ربي قال لك اعدوا لهم ما استطعتم الشيء اللي تستطيع. انا يا ما لقيت غير هراوه خرجت نجاهد فيها ولكن عندي الايمان ربي يقبل منك ويعاونك. ولكن بلا ايمان وتكون داخل دبابه مصفحه تهرب وتخليها. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام عندنا وعود صادقه من الله تبارك وتعالى انه ينصرنا. اذا متى؟ اذا اطعناه وعبدناه حق عبادته. اذا عبدناه وبغيناه وما درنا الكبده حتى على واحد غير على ربي والرسول. ولكن احنا درنا الكبده على كل واحد غير على ربي والرسول خليناهم بجنب. فهمنا كيف؟ درنا الكبده على كلش على اولادنا وعلى لساننا وتصور تاع الناس نرفدوهم ونديرهم في قلوبنا وجهه القبله نصلوا لهم. فهمنا كيف؟ وهكذا. ولكن ربي خلينا والاخراني ما نهدروش نقولوا ربي ينصرنا نستناو الناس ينصرونا. طيب خلانا ربي مع الناس درك ينصرونا ونشوفوا نشوفوا البغله هذه اللي تولد وليدها كي داير نشوفوا خلاص. اذا نرجعوا وفرعون ذي الاوتاد. فرعون هذا اللي كانت عنده اوتاد يعذب بها مرته ماهيش اقرب الناس اليه. آسيا رضي الله عنها او عليها السلام مرته خير نساء العالمين هي وفاطمه وخديجه ومريم عليهم السلام. هذو هما الربع نساء مخيرين في العالم كله من اللي خلق الارض بربي الارض حتى تخلص. هذو هما خير نساء العالمين آسيا وخديجه ومريم وفاطمه الزهراء. همنا كيف؟ هذا المراه هذه لما كفرت بفرعون كفرت بفرعون قالت له ماكش انت هو ربي الاعلى. ربي هو رب موسى وهارون الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. خرجها وحدار لها الأوتاد في ربعة وبدأ يزير ويقولها كفري أبرب برب موسى وأمني بي بلي أنا ربك ونسقيك الماء وترجعي للدار. قالت له لا. وماتت وقبل أن ترفض أنفاسها إلى ربها تبارك وتعالى ماذا قالت؟ وامرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. همنا كيف؟ قالت له ربي ابني لي بيت عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وفعلا ربي استجب لها. وعلاش ما غرهاش فرعون بالذهب وغرقها وقال لها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يا اخ موسى يقول لك جنة تجري من تحتها الأنهار. أنا ثان عندي جنة تجري من تحتها الأنهار وعندي الأوتاد تاع الرخام مازالوا للآن في النيل في نهر النيل مازالوا للآن موجودين. فمن كيف في وسط النيل والقصر تاعو ماشي يعني الإنسان يريح كما تقولوا أنتم في الفيراندا تاعو والبحر
والأمواج تمشي من تحته. قال لها جنة تجري من تحتها الأنهار، أنا تجري من تحت الأنهار. يلا كيف كيف كيما تاع سيدنا موسى كيما تاعي كيف كيف. قالت له لا، فهمنا كيف. والماشطة بتاعها التي كانت تمشطها تجلس هي على كرسي من ذهب وتمتشطها بأمشاط من ذهب، ولقد رأيت ذلك بعيني. ما زال حتى الآن في المتحف المصري اللي هو موجود في ميدان التحرير، ما زال حتى الآن الكراسي تاع الذهب والمشطة تاع الذهب وكل المعدات التي كانت تستعملها امرأة فرعون ما زالت للآن موجودة، والعرش تاع فرعون ما زال للآن موجود، والسرير تاعو ما زال للآن موجود تاع الذهب، سرير كبير وواقف على 4 أسبوع ما زال للآن موجود في المتحف المصري في ميدان التحرير. فهمنا كيف؟ هذه الأشياء كلها ما غرتهاش، ما قالتش ايه ما يهمني الدنيا هذه ناكل فيها ونروح. قالت له لا، مهما تعطيني ومهما تدير لي ومهما تمتعني لا اؤمن الا بربي موسى وهارون، وانما انت بشر، انت عادي. فهمنا كيف؟ انت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا فضلا عن تملكه لنفسي او لغيرك. لذلك يا اخواني الكرام لما تكلم الله تبارك وتعالى عن الادوات نتاعو وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، طغوا عتوا شديدا، الطغيان هو الخروج عن الحد. إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية، يعني طغى الماء يعني زاد على حده وخرج. هنا كيف؟ الحق حتى الجبال وفات الجبال في عهد سيدنا نوح. هنا كيف؟ إذن الطغيان الذين طغوا في البلاد لما يقول ربي الذين يعني كلهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، هذو كلهم الاسم الموصول هذا يجرهم جميعا. الذين طغوا يعني كلهم سواء قوم عاد او قوم ثمود او قوم فرعون كلهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فكثروا فيها الفساد كبير. وربي سبحانه يا اخواني الكرام سمعتوا اسمعوا مليح، الله تبارك وتعالى عنده فترة معينة يمهل فيها عباده، ولكن إذا زاد الأمر على حده الله تبارك وتعالى يغير على أرضه. ربي يغير على أرضه، راهم يأكلوا ويشربوا ويتنعموا وهاملين، ولكن يجي واحد النار يخلصوا كلش، يخلصوا الأول والتاني. فهمنا كيف؟ ربي ما يخليش الأرض معمرة فساد، يعني يمهل ولكن إذا مسكهم أو قبضهم لم يفلتهم. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو فزع مرعوب. قال دخل علي واحد النهار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خايف، فقال لها يا عائشة اسمعوا كلكم اسمعوا. قال لها يا عائشة ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قال هل ويل للعرب، راهم جايين واحد الشر قريب ليهم، ويل. ناظرت من عائشة وقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون. قالت له يا رسول الله هذا الشر اللي راه جاي، احنا فينا الناس الصالحين كيف يهلكنا ربي، احنا فينا الصالحين كيف يهلكنا ربي. قال لها نعم إذا كثر الخبث. قال لها نعم ربي يهلك الدنيا كلها كي يكثر الخبث. ذلك بربكم واحد ما يعرفش يقول أكثر الخبث ولا ما أكثرش، أكثر الخبث ولا ما أكثرش. لما قال ربي سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هل ظهر الفساد أم لم يظهر؟ بل كثر الخبث أم لم يكثر؟ بل كثر الخبث وزاد عن الحد. لذلك الله تبارك وتعالى يعم الأرض كلها بعذاب ولكن يصفيهم عنده هناك، التصفية عند ربي سبحانه. فمن كيف المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان يبعثهم على الإيمان، والفجار إلى جهنم والعياذ بالله. لذلك ويل للعرب من شر قد اقترب. قاتلوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، ربي يهلك ليهلكنا وإحنا فينا ناس صالحين. قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث واصبحت الخبث أكثر من الطيبين الله تبارك وتعالى يعمهم جميعا بعذاب ولا يستثني منهم أحد أبدا. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، نحن إذا بغينا ربي ينصرنا وإذا أردنا النجاة من عذاب الله فلا بد أن نرجع إلى الله ونظر إليه ونرجع إليه كما فعلت قرن
قرية سيدنا يونس عليه السلام يا إخواني الكرام، اسمعوا القرآن وش يقول. هذا الناس هذو كانوا 100,000 أو يزيدون، قرية فيها 100,000 وزيادة شوية. بعث لهم ربي سيدنا يونس، سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ بعث لهم يونس عليه السلام: يا قومي يا قومي يا قومي، ما بغاو شي أمنوا، أهرب وخلاه وراح ركب السفينة وراح. لما راح عرفوا هما كل نبي يخرج من القرية إلى العذاب راح جايها. واش قالوا لما راح لهم النبي تاعهم اللي كان يوري لهم؟ وما بقى حتى واحد يأمن، بدليل هرب وحده. قالوا خلاص النبي راح، ما بقى حتى واحد يسوي عند ربي شيء إلا النبي تاعنا هورا، يعني أصبحنا احنا ما نسوي حتى شيء، إذن العذاب راح جاينا. قالوا الشيء اللي يصلح لكم أيها الناس، أخرجوا إلى الله تبارك وتعالى في الفلاك وتضرعوا إليه وأجروا إليه وبكوا وتضرعوا، فالله تبارك وتعالى يرفع عنكم العذاب. وجات الغمامة والعياذ بالله باش تسحتهم عن بكرة أبيهم وأمهم، وإلا خرجوا للصحراء. فمن خرجوا للصحراء وفرقوا بين كل والدة وولدها، فرقوا بين البقرة ولدها، بين الغنم ولدها، بين المعزة ولدها، بين الجمل ولده، وبين المرأة ولدها، والولاد منا يبكوا، والنساء منا يبكوا، والحيوان منا يرغوا. يا ربي سلكنا يا ربي سلكنا. جات أصحاب ذيك وراحت، سلكوا ولا ما سلكوش؟ لا، لما راحوا جاوا الرب سبحانه. فلولا قرية آمنت، كما قال ربي سبحانه في القرآن راكم تقرأوها، ما جبتهاش أنا من عندي، فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. قال لك ربي سبحانه حتى قرية ما سلكت من العذاب الداعي لما يجي غير قوم يونس سلكوا. لماذا؟ لأنهم خرجوا وبكوا ربي، ربي رحمهم. فهمنا؟ لما شافوا العذاب جاء فرقوا بين كل واحد ويماه، وبدات الدنيا كلها تتغالى وتبكي ربي سبحانه. ربي سبحانه رحمهم وكشف عنهم العذاب الى حين. وبعدين زاد جاء النبي تاعهم من جديد سيدنا يونس فوجدهم مؤمنين، خلص. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، احنا اللي سلكنا واشنو؟ ما يسلكنا لا سميد ولا زيت ولا طوماطيش، يسلكنا الرجوع الرب سبحانه فقط. هذه اللي تسلكنا نعيش في الدنيا اعزاء، وكذلك في الاخره نعيش في الجنه ان شاء الله. اما في الدنيا اذا بعدنا عن الله نعيش تعبانين في ضنك من العيش، وفي العياذ بالله في تعب من العيش، وفي الاخره والعياذ بالله اشد وابقى. لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، فليس لنا مفر الا الى الله تبارك وتعالى، وقد بعدنا عنه كثيرا وقد غفلنا عنه كثيرا قرون طوال، ونحن بعيدين عن الله في لهو وفي مرح وفي غنى وفي رياضة وفي غيرها. أرجعوا للرب سبحانه يرفع لنا العذاب ويكرمنا ويعزنا. أما إذا خلينا رب سبحانه وابتعدنا عنه وذهبنا إلى غيره، والله لا نصر لنا ولا عز ولا تمكين، ونجلس أذلاء حتى نموت ونحن أذلاء. إذن الله تبارك وتعالى يقول: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لما يكثروا فيها الفساد كما قلت لكم، الله تبارك وتعالى يغير على أرضه. فإذا لم يكن هناك عباد صالحون بكثرة كافرة تغطي عن العباد الفاسدين، الله تبارك وتعالى يعمها بعذاب. الصالح مع الطالح ويروحوا كل شيء، ولكن ربي سبحانه يفرزهم هناك. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، أنزل عليهم صوتا من العذاب، وهو العذاب الشديد لم يستبق منهم أحدا. هذا اللي جات الصيحة اللي سلوا سيدنا جبريل فخفيهم قرطقلهم قلوبهم، وهذا جاتهم الريح العقيم التي أقلعتهم من بيوتهم كما تقلع النخلة من جذورها، وهذا فتح لهم اليم فلما دخلوا أغرقهم، وهو فرعون
لعنه الله وجنوده وهامان وجنودهما وتمردوا على الله تبارك وتعالى حتى الحق فرعون لعنه الله وقال سيدنا موسى وين ربك هذا؟ قال له في السماء. فمن كيف؟ قال له في السماء. قال له خلاص ابني لي يا هامان صرحا، دير لي يا هامان دير لي واحد التاويل كبير نطلع لعند رب موسى هذا نحاربه. فمن كيف نشوف هذا الرب تاع موسى كي داير؟ فمن كيف هو طلع وخلاه ربي سبحانه يطلع، وطلع ونزل. فهمنا كيف؟ وبعدين الله تبارك وتعالى لما مكن لبني إسرائيل من الخروج وخرجوا وهم شرذمة قليلون معهم سيدنا موسى، وكانوا بنو إسرائيل، كان بنو إسرائيل في الأول كانوا ناس مؤمنين أتقياء كانوا على دين موسى وموسى بين أظهرهم. فهمنا كيف؟ ولكن ما تمردوا وما أتوا إلا بعد أن ذهب سيدنا موسى وخلف من بعدهم خلف كما احنا يا عهدنا، مش كما عهد الصحابة. الصحابة هم الأتقياء الأنقياء في عهد الرسول، وإحنا يا خلف من بعدهم خلف كما يقولوا كل حاجة عندنا نخالة، احنا النخالة تاع الإسلام. فهمنا كيف؟ أحببنا ولا كرهنا، الحب راح والسميد النقي راح، وبقات النخالة اللي ما فيها حتى غلة. النخالة راهم يديروها دواء وفيها الغلة، ولكن احنا ما فينا حتى غلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كي تخش تاع الواد. هذا سيدنا قال ماشي أنا اللي قلت، وذاك غثاء السيل كي تخش تاع الواد ما فيكم حتى غلة. لا رانا مليار مسلم ما فينا حتى غلة. فهمنا كيف؟ والو إلا إذا رجعنا لله. إذن لما خرج سيدنا موسى ومع القوم تاعه راحوا، فرعون لعنه الله مع جنوده باش ربي يهلكهم عن بكرة أبيهم وأمهم. قالوا كيف؟ موسى وجماعته شرذمة قليلون، تتركونهم يذهبون هكذا سالمين غانمين، بل وراءهم حتى تبيدونهم وتقتلونهم عن آخرهم. قالوا يلا كيف؟ موسى وجماعته يعني يديها سهلة يخرج من مصر هكذا، يلا تبعوهم حتى تقتلوهم ما تخلوا حتى واحد. وتبعوهم وجاء فرعون هو اللي سابق بالفرس تاعه والخيل والسرج تاع ذهب، مازال موجود في المتحف الان، السرج تاع ذهب والهيلمان والجيش تاعه وراه وسابقين مور سيدنا موسى باش يهلكوهم. نظر بنو اسرائيل وراءهم، بنو اسرائيل اللي مع سيدنا موسى خضروا مراهم شافوا الغباره طالعه في السماء. واش قالوا؟ وراكم تقراوا القران. قالوا يا موسى إنا لمدركون. قالوا هلا ما قالوا هلا. قالوا يا موسى هم لحقونا، البحر أمامنا والعدوم ورانا، وين نروح؟ واش قالوا سيدنا موسى؟ والباش تشوفوا إيمان الأنبياء غير إيمان المتبوعين. إيمان الأنبياء واش قال لهم؟ أخذر عقب قال إيه وقال عندكم الحق. قال هلو واش قال؟ قال كلا إنا معي ربي سيهدين. قال هلو ما قالهاش؟ قال لهم لا ما يلحقوناش، معي ربي درك يوري لي وين نروح باش تشوفوا المؤمنين وين رانا احنايا. قال كلا، يعني ردع وزجر على هؤلاء، ليس الامر كذلك بل معي ربي سيهدين. لما قال كلمة ذيك اضرب بعصاك البحر، اضرب بالعصا تاعك البحر، فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. مجرد ما تلفظ بها قالوا ربي سبحانه انا اللي خلقتك وخلقت البحر، والبحر يعني ضربه بالعصا تاعك يلعن، وادخل واسلك طريقا يابسا، اسلك طريق يابسا ما تخافش، وانحل البحر ودخل سيدنا موسى. دخل في البحر هو والغاشي تاعو 12 طريق كما قال العلماء، جعلوا ربي 12 طريق، كل صف من الأصباط يمشون في طريق وبينهم فتوحات ونوافذ، كل واحد يرى الثاني وهما كلهم متوانسين ورايحين. لما الحق فرعون لعنه الله وشاف المعجزة العظمى، يا ابن ادم انتبه، بحر محلول والناس رايحة والارض يابسة، ماشي قال رملة مشمخة الارض نتاعهم يعفشوا فيها رجليهم يغوصوا، ارض صحيحة في وسط البحر. يا انسان انتبه وارجع الى الطريق وتب الى الله. لا، ادخل في البحر، هو ادخل في الطريق باش يردف سيدنا موسى حتى دخل البحر. فهمت ولا ما فهمتوش؟ ادخل هو والجيش تاعو. لما دخل سيدنا موسى خرج من الناحية الثانية، والله تبارك وتعالى أذى
علينا للبحر، لأن البحر من خلقه يا إخوان. كثيرين من الناس يقول لك السفن والبارجات الحربية احنا ما عندناش. يا أخي راكم تقولوا البارجات البحرية هذه اللي راهي تحارب كما يقولوا بالفرنساوية ولا مانيش عارف هذه اللي باطيمون دكار هذه، باللي احنا ما عندناش. ولكن وين راهي تمشي هي؟ تمشي في البحر تاع أمها ولا باباها؟ راهي تمشي في البحر تاع أمريكا ولا تاع الروس؟ راهي تمشي في البحر تاع ربي؟ يلا سمعوا البحر تاع ربي واش يقول عليها ربي باش تشوفوا وين رانا رايحين. واش يقول ربي؟ يقول إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره. هذه ما تقراوهاش انتوما تسجيلات. واش قال لك ربي؟ قال لك صحيح وما عندهم السفن وعندهم التاويل وعندهم البارجات كالاعلام مثل الجبال في وسط البحر، ولكن قال لك ربي انا لو كان نحب السريح يبقاو جالسين فوق البحر. نقول لكم بربكم ورانا تبعنا العلماء نتاع البحر ونتاع الشر ونتاع كل شيء. واش قالوا؟ فهمتوا واش قالوا؟ الواحد يقول لك الان انتم نقولكم بربكم ورانا تبعنا العلماء نتاع البحر ونتاع الشر ونتاع كل شيء. واش قالوا؟ فهمتوا واش قالوا؟ الواحد يقول لك الان انتم واش هذيك يهضروا ربي يهضر على السفن تاع بكري اللي كانت تمشي بالشراع وتمشي بواسمه فهمنا تمشي بالريح، ولكن هذه راهي تمشي بالتوربينات الصحيحه قد قد الدار هذه. هذيك التوربينات تدور وتمشي ما تحتاجش للريح. كاينه منها ولا ما كاينش؟ ما راكم تقولوا ربي سبحانه خاصكم تعرفوا التوربينات هذه اللي راهي تمشي تحت البحر. صحيح توربينات كبار وعدا رياشات ومراوح كبار، ولكن نقول لكم حاجة، اسألنا أصحاب العلماء اللي داخلين في الاختصاص تاع البحر. قال لنا ربي سبحانه لما قال إن يشأ يسكن الرياح، ربي إذا حب يسكن الريح. الريح هذه تنقسم إلى قسمين، لسمعوا مليح، تنقسم ربي ما تمشيش كيما تكون انت السيارة تاعك في الغرقة الدور 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 ما تمشي لكش. وعلاه ما تمشيش؟ لأن ربي حب السريه. يلا نكون احنا مع ربي، هذه العمارات تاعهم الحربيه ربي حب السريه تبقى جالسه في مكانها وحديده جالسه ما تتحرك، لان لا تتحرك الا بسنن، والسنن الله تبارك وتعالى يعطلها الى حين فتصبح هامده جاثمه على ظهر البحر. هذه باش ما يخوفوكمش بالعمارات والبارجات والمدمرات وغيرها. فالله تبارك وتعالى فهي تمشي فوق بحره، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يسكن الرياح التي فوق البحر والرياح التي تحت البحر، فتظل هذه السافنة راكدة والمراوح تاعها يدور وما تتحركش وما تمشيش. إذا نحن مع من نكون ملاح ومع من نكون صالحين؟ مع رب العباد الذي يملك كل شيء، اللي خلق كل حاجة واللي كل حاجة هو يدبرها. كل الجنود اللي ربي سبحانه قال عليهم في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجنود تاع ربي حتى واحد ما يعرفهم، كل حاجة خلقها ربي على وجه الأرض هذه لما يريد أن يجعلها جنودا مجندة للدفاع عن الإسلام يجعلها، ولا تنفع فيها دبابة ولا طائرات ولا مخلات. فمن كيف؟ وتقرأون غير سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. واش ارسل عليهم؟ ما ارسل عليهم حتى حاجة كبيرة، ارسل عليهم طيور صغيرين يروحوا يرقدوا حجرة في المنقار وحجرة في كرة وحجرة في كرة ويجوا ثلاث حجرات يرقدوا. فهمنا كيف هي ترفد الحجرة تاع العذاب وهي ما تنحركش هذا الزاوش هذا، وتنزلها فوق العذامي من راسه ورجله يتحدد كامل، بدليل الآية واش تقول؟ فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم مثل الدبن الذي تدوسه الأرجل أو تأكله الدواب ثم تتركه متناثرا. فمن كيف؟ هذه الطيور الصغيرة الطيور الأبابيل جندها الله تبارك وتعالى فأصبحت جنودا مجندة فأهلكت آبرها الحباشي مع الجنود تاعو. فمن كيف؟ ما أرسل له ربي سبحانه والو. فمن كيف؟ إلا طيور صغيرة طيور صغيرة ترفد حجرة في فمها وحجرة في كرة وحجرة في كرة وتجي طير أبابيل كما بكري الزرزور لما تشوفوه رايح جماعات جماعات أسراب أسراب مع الملك التحب ويقودهم ويديهم ويحقون الجيش
كيما القناة أكثر من دقة القنابل، القنابل مرة ترموها في الصحراء وما ينسوا الديار ما يلوحوا فوق الديار، فهمنا كيف؟ بينما هذو مصاوبين حتى يلحقوا الرصان الناس ويطلقوها فوق رصان الناس، هي تطلقها له فوق راسه ويتفتت، تطلقها له فوق العود تاعه ويتفتت، تطلقها فوق البهيمة تتفتت، وهكذا. إذا الله تبارك وتعالى لا يعلم جنود ربك سبحانه وتعالى إلا الله، لذلك نحن نرجع إلى الله فيقيض لنا جنودا من عنده من السماء وفي الأرض وفي الجو وغيرها، لأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، هو اللي خلق كل حاجة، قادر هذه الحاجة يجعلها جيوش ربانية تدافع عنك أيها المسلم الحقيقي، إذا كنت مسلما حقيقيا تقيا نقيا عابدا مخلصا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يجعل الأرض كلها تدافع عنك، ولكن إذا بعدت عن الله والله والله لا يسعك بر ولا بحر ولا يسعك سلاح الدنيا كلها. إذا بعدنا عن الله والله ما يكفيناش سلاح تاع العالم كله، والله ما ينصرنا ربي به، فمن كيف؟ والله لا ننصر لو عندنا سلاح العالم كله والتقوى ما كاينش، ما ينصرناش ربي سبحانه، لأننا نحن أمة منهج. واحد يقول لك علاش ربي انصر الفيتنام على الكفار، على انصر الفيتنام هما مجوس، انصرهم على الامريكان وهو مسيحي، على انصرهم ربي يا خقدة تقولوا، وعلى انصر كوريا على الامريكان، انصر كوبا على الامريكان، كان انصرنا هذا نحن على الامريكان يا خقدة تقولوا، صح هكذا تقولوا، ولكن نحن يا اخواني الكرام لو كان كنا كيماهما، احنا امة منهاج، عندنا الكتاب تاعنا وعندنا القرآن تاعنا وعندنا السنة تاعنا وعندنا خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فمن كيف؟ واش قال في الخطاب تاعه هذا الشريف؟ قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، فإذا تركتمهما سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم إلا بالرجوع إليهما، فهمتوا؟ احنا أمة منهاج، الرسول هو اللي قال فينا كلام هذا، والرسول لا ينطق عن الهوى، إلا بغيتوا نخلوا ربي والرسول ونروحوا نديروا عكازة من الشرق ولا من الغرب نعاونوا بها الإسلام، هذه حاجة أخرى، بينما إلا بغيتوا الحق يلا نرجعوا للكتاب والسنة أحسن، ونروحوا بينما الطريق رانا غالطين فيها، الإنسان كيش يلقى الطريق غالط فيها يقول يا ودي نرجع أحسن، بيت مازال ما مشيتش بزاف ما نضيعش الوقت نرجع، احنا واش رانا نديروا؟ الطريق غالطين فيها باللي ما توصلش، وحنا نقولوا ايه البغلة تولد رانا موراها، البغلة تولد رانا نشوف وليدها كيفاش يكون، رانا نولدوا في هذاك تولد، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام احسن لنا مادام عرفنا باللي رانا غالطين ورانا بعاد عن الصراط المستقيم وبعاد على طريق ربي، نرجع احسن لنا، نرجع نختصروا الوقت ونختصروا الجهد ونرجع الى الله تبارك وتعالى، عسى الله تبارك وتعالى ان يدركنا برحمته، اما اذا جلسنا هكذا راكبين الغلاب وراكبين رؤوسنا ونقولوا ايه نتنصروا ايه نتقواوا، فيتنام كفار ونزور نصارى ربي على الملكة ولا نتنصروا وحده، لا يا اخواني الكرام نحن لا نقيس انفسنا عن فيتنام، الفيتنام ليس لهم نبي، كوريا ليس لها نبي، كوبا ليس لها نبي، بينما نحن لنا نبي ولنا منهاج ولنا قرآن، نحن لنا منهاج ولنا قرآن، ونحن الأوائل أوائلنا رضي الله تعالى عنهم نصروا بالطاعة ونصروا بالقرب من الله وبالاعتصام بالله تبارك وتعالى، كذلك نحن لا ننصر إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وإلا بعبادته الحقيقية، مصداقا لقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، ماذا قال؟ السمع واش قال؟ قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فهمت ولا ما فهمتوش؟ قال والله الآخر تاع الأمة هذه والله ما ترفع رأسها إلا بالشيء اللي تبعته الأمة الأولى، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الأولين ما صلحهم ربي بالأمريكان والروس، ما كانت الأمريكان ولا روس،
وانصرهم ربي وفلحوا ورفعوا رؤوسهم وعاشوا في الدنيا أعزاء وماتوا الآن مخلدين في الجنة. بأي شيء عصاهم الله؟ بالقرآن والسنة. كانوا وقافين عند حدود الله، وقافين عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونضرب لكم من مثال واحد، ابن عمر وليد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه الجليل العالم الفاضل، اجلس مرة جالس مع أصحابه هكذا يدرس فيهم باش تشوفوا الناس اللي يوقفوا عند السنة. ارفض واحد منهم حجرة دارها بين صباعتيه وبدا يضرب بها هكذا، هذه تسمى في اللغة العربية الخدف، فهمتوا؟ ارفض حجرة وبدا يضرب بها هكذا ويلعب. قالوا ابن عمر لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف، فقال إنها تكسر السن وتفقأ العين. باش تشوفوا الإسلام، ما تظنوش بلي غير في الصلاة كما راهم يظنوا بعض الناس. والله الذي لا إله إلا هو، نجلس نحدثكم عن الإسلام بالك تخرجوا نص يخرج نص يريح، باش تشوفوا عجب العجاب كيف الإسلام. غير هذه كمثال. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واش دخل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يضرب هكذا ولا يضرب هكذا ولا يلعب بالنشاب ولا يلعب كيما يبغى؟ ينبه الأمة تاعو يعلمها. قال لهم ما ديروش الحجرة بين صبعتكم وتضربوها، لأن قد تقيس خوك تكسر له سنته ولا تعملوا عينه واحدة منهم، لأن الحجرة صغيرة وتروح بالقوة إما تكسر السن وإما تعمل عين، ما تديروهاش. فمنها كيف؟ قال له ابن عمر شاف الرجل يضرب هكذا، قال له لا لا تفعل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، فإنها تكسر السن وتفقأ العين. قالوا تكسر السن وتفقس العين، واحنا في الاسلام مامورين باش نحافظوا على الجوارح تاعنا. زاد الرجل رفد الحجره ولعب وضربها. واش قال ابن عمر؟ قال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف ولا زلت تخذف؟ والله لا اكلمك بعدها ابدا. نوضع لي والله ما زيد نكلمك، انا اقول لك الرسول قال وانت ما زلت تلعب، والله ما نزيد نكلمك. شوف الناس الاولين كيفاش كانوا، يعني الانسان اللي ما يعبرش بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجي واحنا رانا نعبروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما نعبروا، لا عبرنا حتى القران ما ناش نعبروا ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رانا نعبروا التلفزيون واش راهم يقولوا لنا والجرائد نظلوا نقراوا فيها، ورانا معصبين ورانا مضروبين وما ناش عارفين وراي صادر القضيه. فمنها كيف؟ بينما ما كبرناش لا بالقرآن ولا بالسنة وبغينا نكونوا عزاز. فمنها كيف؟ والله لا عز لنا غير ما نضيعوش الوقت. إذا بغينا نختصروا الوقت نرجعوا لربي سبحانه ونرجعوا للقرآن ونرجعوا للسنة، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لو كان قالها أبو بكر ولا عمر قال بالك بالك نساوموا شوية، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراكم تقرأوا القرآن، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطقش بهواه كما ننطقوا حنايا، ينطق بالوحي. لذلك لما يقول لك حاجة فاعلم أنها تكون فتكون رغم أن في الزمن، إذا قال حاجة تكون تكون رغم أن في الزمن، تجيب بالقوة تجيب بالسيف. من كيف؟ لذلك قال لنا إذا بغيتوا العزة وراسكم مرفوع ارجعوا للكتاب والسنة، أتركتوا القرآن والسنة يسلط عليكم ربي ذل، والله ما يرفع عليكم إلا إذا رجعتوا للكتاب والسنة. احنا الآن بغينا نعتزوا وما بغيناش نرجعوا للكتاب والسنة، فهمنا؟ ولكن والله ما نعتزوا، لأن الرسول اللي قالها مش أنا اللي قلتها، والله لا نعتز ولا تكون لنا رفعة ولا تكون لنا ولا يكون لنا تمكين ما دمنا هاربين عن الكتاب والسنة. فإذا أردنا العزة والتمكين فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، وهذا ربنا تبارك وتعالى من قبله ينادينا، ففروا إلى الله. قالنا ربي هربوا لي، ما هربناش الرب، هربنا للبشر. فمن كيف؟ هربنا للبشر وخلينا رب البشر. وربي واش قال؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهربوا الربي ما هربناش الربي. وقال رب سبحانه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. قال المصيبة جاءت
والمصائب عمت وطمت وما كان اللي يفرزها غير ربي. احنا ما جيناش ربي يفرزها لنا، رحنا للبشر وطيب غادي نشوفه ان شاء الله، نشوفه ما دام رانا شادين في البشر نشوفه البشر واش يديرونا يا اخواني الكرام. وانما لا ينجينا الا رب البشر، لانه حي قوي لا يموت، وقلوب العباد كلها بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء. اذن الله تبارك وتعالى يقول: الذين اكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. انزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا من فوقهم، فهمنا كيف؟ واغرق فرعون وجنودهما، وجنوده والقوم الظالمون كلهم. فلما ادركه الغرق، لما جاءوا لقاه طريق محلوله في البحر ادخل. والى الانسان اللي يكون ذكي مهما كان فاجر مهما كان كافر، الحق ولقى البحر محلول خلاص، البحر الحل ما هي سهلة. توب لله وارجع، قال لك معاهم موراهم كما تقول انتم على القبر، راح معاهم دخل معاهم. لما دخل للوسط ورب سبحانه نجى سيدنا موسى وأطبق البحران على فرعون وجنوده، طبق عليهم البحر. لما دخلت له الموجة من فمه وخرجت من نيفه، واش قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال: آمنت باللي ما كاش رب غير اللي آمن به موسى وجماعته وأنا راني من المسلمين، وعلى ربي ما قبلش منه، يقال أنا من المسلمين. لأن يا إخواني الكرام اسمعوا، التوبة التوبة بين العبد وبين ربه مفتوحة إلا بشرطين. لما يتوفروا زوج شروط التوبة هذيك ما تكون مقبولة أبدا، لا تقبل التوبة. مقبولة إلا عند أمرين، زوج أمور، ما همش ألف أمر ولا عشرين، أفهموا أمرين. عندما تطل الشمس من المغرب، الناس الصباح يبدأوا يستنوا، شوف الساعة 9 يستنى الساعة تنزل من نايا جهة المشرق، وإلا حتى يقولوا هاي طلت جهة المغرب. أعاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم، الله يعيدنا وإياكم، وإنه ليوم عظيم. الظلم المغرب ثم خلاص، يختم على كل مؤمن ويختم على كل كافر. كل كافر يضربوا الطابع عليه الملكة باللي ما يوليش مؤمن، وكل مؤمن يضربوا عليه الطابع باللي ما يوليش كافر، فهمنا؟ إذا لما تطل الشمس من المغرب التوبة انغلقت، باب التوبة انغلق. ولما تغرغر النفس، لما الإنسان يولي يموت يولي يبغبغ يقول يقول آمنت لا إله إلا الله، ما تنفعش، ما خلاص. لو كانت تنفع كانت نفعت فرعون، لما ولا يبغبغ في الماء قال آمنت، يا هذا قرآن، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالوا رب سبحانه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فهمنا كيف؟ ضركة معلوم توب ضركة، شكون اللي ما يتوبش؟ لأن خاصكم تعرفوا يا إخواني الكرام كاين واحد الحاجة مهمة وقلتها لكم وتنساوها ونزيد نقولها لكم، أن شوفوا كل واحد يجي يموت في الأرض في البحر ولا في الأرض، تجي الروح تاعو تخرج، قبل ما تخرج إلى ربها تبارك وتعالى ينظر إلى مقامه إما في الجنة وإما في النار. قبل ما تخرج الروح يشوف مقامه في الجنة ولا في النار، فإذا كان مؤمنا يرى مكانه في الجنة ويغمض عينيه ويموت، وإذا كان فاجرا فاسقا مشركا كافرا يرى مقعده من النار، فتجده يشمئز وتجده العياذ بالله مقطب بموت ووجهه مكمش ووجهه مغضوب والعياذ بالله عليه. لذلك لما شاف المكان هذا اشمئز منه وخاف يموت مكمش، همنا كيف؟ وهذه العلماء هنا في الدنيا هذه الناس اللي يعني نقلوا الموت نتاع ستالين عدو الله اللي هو كان يحكم في الروس، لما نقلوا الموت نتاعو كيفاش كانت، اللي قتل شحال قتل،
اش حال قتل هذا العدو والله من المسلم خاوتنا مؤمنين كيما احنا تعرفوا اش حال قتل؟ قتل 30 مليون. ما تقولوش بلي الشيخ يكذب ولا اقراوا التاريخ. قتل 30 مليون مسلم. 30 مليون مسلم من الاقاليم المسلمه السنيه التقيه النقيه من جماعه البخاري وجماعه مسلم وجماعه ابي داود والترمذي والنسائي وعلماء السنه كلهم من كيف سمرقند واذربيجان واقاليم القوقاز فهمتي هذه كلها ابادها عن بكره ابيها وامها. وزيد نقول لكم للشباب اللي باش ما يغتروش والله الذي لا اله الا هو وانا في بيت ربي نقولها لكم نصيحه للشباب. شكون اللي كان معاه؟ انا ما عندي علاقه حتى بواحد فهمنا كيف. الانسان اللي دار الخير ربي ينشر خيره واللي دار الشر ربي يفضحه ويبينه. ونقول لكم شكون اللي كان معاه؟ شكون اللي عاونه؟ ما تتعجبوش اذا قلت لكم كان معاه الخوميني. كان معاه الخوميني والله الذي لا اله الا ما عندي علاقه انا بالخوميني. ما ضرني ولا ضربني ولا سبني. ولكن ننصح الشباب. انا اللي يسب صاحبه رسول الله ويسب عائشه ويسب حفصه بيننا وبينه العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. والله الذي لا اله الا هو عندي الصوره تاعهم هو وستالين سنه 1945 واقفين ويصافحوا في بعضهم بعض. والخوميني في ذاك الوقت راجل عنده جثه كبيره غليظ وصحيح فهمنا كيف وشعر تاعو فريزي ولابس كوستيم تاع الفلانات تاع الملف في ذاك الوقت شكون يلبسو في 45 لابسو ويصافح في ستالين وقال له اعطيني انا يلي نفرجك في السنيين. انا السنيين يكرهوني وانا نكرههم انا اللي نوطيهم لك في الاقاليم المسلمه كلها. وداه وعطاله القياده بالجيوش الروسيه وهو اللي صفى الحساب مع المسلمين السنيين لاننا نحن في دين الخميني وفي دين الشيعه كفار. فهمنا كيف؟ واللي ما بغاش يفهم نقول يا خرك تبع الاخبار يا خرك تبع الاخبار. واش قالت ايران ديك النهار؟ واش قالت؟ نقول لكم واش قالت؟ انتم تسمعوا ولكن ماكمش عارفين واش راهم يقولوا يضيعوكم الوقت باطل. ولكن الانسان خاصو يسمع ويفكر. الايران قالوا نوضي تحاربي مع العراق ما نحاربش. فهمنا؟ حتى الامريكان يضرب لا اسرائيل يضرب اسرائيل هو اسرائيلي يضرب اسرائيل يضرب اسرائيل اسرائيل هو يضرب اسرائيل ناظر. قال حتى يضرب الاقاليم المسلمه اللي هي كربلاء والنجس النجف يسموها وهي النجس اكرمكم الله وكربلاء من كيف لانها 100% شيعه 100%. وانا نعرف ناس صحابي في العراق اساتذه فيهم اللي راهم في مكه وفيهم اللي راهم تما فهمنا كيف. ونايب وزير الاوقاف صاحبي فهمنا كيف ودخلنا انا وياه في الكعبه فهمنا كيف اللي هو نايب وزير الاوقاف العراقي عبد العزيز السعدي واخوه. المهم الاقاليم هذه ثلاثه اللي موجودة في جنوب العراق العراقي ينقسموا إلى قسمين جنوب وشمال. الجنوب كله شيعة 100%. السني اللي موجود ثمايا يعكروا عليه ويأذوه ويسبوه حتى يبيع الدار تاعه كما تقولوا انتم بالبصل ويروح ويبقوا هما. والشمال اللي هو متاخل لتركيا هذا موجود بالسنيين كما احنا 100%. فهمنا كيف؟ إذن هما واش يقولوا؟ هما الايرانيين عندهم مذهب عندهم سنه ومسلمون سنه ومسلمون. المسلمون هما اللي موجودين في الجنوب كربلاء والنجف والكوفه. واللي في الشمال سنه كما احنايا يتبعوا القران ويتبعوا السنه. قالت انا لما يضرب المسلمين نوض انايا. لماذا؟ لان احنا ماناش مسلمين. طيب اللي راه يضرب فيهم ماشي مسلمين؟ لا ماشي مسلمين. الان راهم فارحين على بالك بلي راهم يطلوا الحنه. ولكن يوروهم لكم يضربوا في الطوابل ويضحكوا عليكم ويقول لك هم يتخاصموا على الاسلام. شفتوا؟ شفتوا كيفاش راهم يتخاصموا على الاسلام؟ الله اكبر علينا. كما قال لي واحد قال لي يلا هذا سليمان رشدي ولا لما سب القران كاش واحد اعترى عليه غير الخوميني يا خدمه. قلت
هو علاش علاش ضد الخميني؟ باش نفهمكم علاش نهض ضد الخميني. القران والله نوع القران نقول لكم، لان هو لما قال ايات شيطانيه، لان الايات واش هم؟ هما الائمه تاع الشيعه، ماشي على جال القران. ايات شيطانيه يعني علماء الشيعه شياطين، على جال هذه غضب. والا انا نجيب لكم كتاب نقراه لكم امامكم هنا عندي في الدار وجبته من باكستان. اول من دعا الى تحريف القران وقال انه محرف وانه مكذوب هم الشيعه، وكتبوا كتاب نقرا عليكم الان اللي هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب العربين. هذا الكتاب هذا نشره الطوسي عدو الله احد الائمه تاعهم سنه 1885، وترجم الى الالمانيه والى الفرنسيه والى الانجليزيه. لماذا؟ لان باش يطعنون يقولوا هاو عالم من العلماء تاعكم بقى القران باللي محرف. اول من حرف القران هم الشيعه. الان يتكلم سليمان رشدي، واش قال سليمان رشدي؟ انا شفت الكتاب تاعه واش قال؟ والله اللي قالها طه حسين اكثر من اللي قالها سليمان رشدي. عرفتوا اللي قالها طه حسين في الادب الجاهلي تاعو راه عندي موجود، اللي قالها طه حسين في الادب الجاهلي اكبر واعظم مما قاله سليمان رشدي. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام ما يدغدغوش العاطفه تاعكم ويبدا يطبعوا فيكم ويقول لكم هذا يبغي الاسلام وذاك راه الاسلام. انا قلت لكم دائما عندكم كلمه قالها الامام الشافعي ديروها في برواز وحطوها في دياركم، وكتبوها حكموها القوها في دياركم للشباب اللي بغى يثبت ما ينعبوش عليه. واش قال؟ قال را اذا رايت الرجل في السماء يطير وعلى البحر يسير فلا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنه. هذه اللي نقولها لكم، ننصحكم الشباب كل ننصحهم بالكلمه هذه تاع الامام الشافعي. قال لك كي تشوف واحد في السماء يطير وفي البحر يمشي ما تقولش ها ولي الله ها وكذا، حسب خليه ينزل الارض وشوف اعماله كيفاش راه يدير. اذا شفت اعماله موافقه للكتاب والسنه ثم احضر. فهمنا كيف؟ لعله شيطان، لعله ماري، لعله زنديق وهكذا. هكذا كان نكلم الشباب باش يكونوا راسخين. كي تشوفوا انسان يطير في السماء، لنفرض جدلا في السماء يمشي مع الطيور وينزل ويمشي في البحر بلا فلوكه برجليه يمشي، فهمنا كيف؟ لا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة، حتى تحط الخدمة تاعو في الميزان. احنا الميزان تاعنا واشنو؟ ميزان عنده زوج كفات؟ لا، الميزان تاعنا هو الكتاب والسنة. كي نشوفوا خدمته دايره كي الكتاب والسنة نحضروا. اما غير هذا والله لو كان يجيب كما يقولوا يده خبرة من الجنة ما نأمنوش. هذا هو المسلم الحقيقي. وإن اللي يجي يدني هنا راه جاي المسيح الدجال، راه جاي المسيح الدجال ويذري الدنيا بالذهب ويدني الدنيا بالفضة ويدير جنة ونار نتبعه كامل. فهمنا كيف؟ أو جاي الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال يكون بين يدي الساعة كذابون كثير. بين يدي الساعة قبل ما تقوم الساعة ينوضوا الكذابين بزاف، كل واحد يقول من عندي تنوض. فهمتوا؟ حتى يجي سيدهم. شكون سيدهم؟ هو المسيح الدجال الاعور، اعور من عينه. يجي يبدا يقول للدنيا يلا يلا خرج الذهب تاعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعه كعياسيب النحل، تجي معاه في شغل النحل. لما الملكه تروض وتروح يجوا معها النحل يتبعوها، يبدا الذهب يتبع فيه شلخ شلخ وقدور وقدور، ويجي الذهب يمشي معاه يقول يلا رفدوا رفدوا، اللي بغى يعمر يعمر بلا كيله غير رفدوا. فهمنا كيف؟ وعنده وديان نتاع عسل، وديان نتاع خمر، وديان نتاع عصير، وديان نتاع لبن وهكذا. والناس قال هذا هو صحيح كن فيكون، راه يدير صحيح. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ان ربكم ليس باعور، وان المسيح الدجال اعور، عينه طافئة كأنها عنبة طافئة، عينه مطموسة بحال العنبة في الطفية تبقى الجلدة هكذا. قال هكذاك هذا ما ربكم ما هو شعور. فهمنا كيف؟ مكتوب بين عينيه كاف ف يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أم لم يكن قارئا، يقرأها كل مؤمن. المؤمن أما الفاجر ما يقرأهاش لو كان يكون عنده العلم تاع الدنيا ولا يقرأ.
ابن حكيم ما يقرأ هذا. المؤمن يقرأ سواء كان يعرف يقرأ ويكتب ولا ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، غير يشوف يقول هذا هو الدجال الأعور، يلا عليكم على الجبال وهربوا الجبال، ويهرب المؤمنين الخلص الجبال ويتركون الدهماء يموج بعضهم في بعض، وأكثرهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود الذين يتبعونه وأكثرهم النساء، النساء يتبعون لنا النساء راكم تعرفوا غير يضربوا الجواق يجوا اليوم، فمن كيف يتبعوه من كل عنده ذهب بزاف وعنده الحيل بزاف والرزق بزاف يعطي لهم بلا حساب ويتبعوه، وعنده الغيطة وعنده الكمانجة وعنده كل الدوزان تعله وعنده، والناس تبغي الزو وتبغي المرح وتبعه وتروح، والمؤمنين يروحوا للجبال يروحوا للجبال ويجلسوا، وما ناش نحاجوا يا إخواني الكرام. هذا الشيء كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يستعيذ من أربع كل يوم، دائما قبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يستعيذ من أربع أشياء. أسمعوا النبي تاعنا باش كان يستعيذ، يعني يقول يا ربي سلكني من ربع حوايج. ما هم ربع حوايج هذا؟ يقول اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف المسيح الدجال، ما يخافوش ولكن يبين الأمته باش نقولوا احنا هذا رسول الله وما أدراك كيف كان يستعيذ منه، فما بالك نحن. لذلك نحن كما قال العلماء من باب القياس الأولوي، فعلينا أن نثبت أنفسنا وعلينا أن نعرف عدونا وعلينا أن نكون على ثبات من ديننا. الله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن عمدته منا فعمده على الإيمان، واجمعنا جميعا مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.